موريتانيا ماضية في تطوير استراتيجيات للاستفادة من طاقة الهيدروجين الأخضر، ولتحقيق هذا المبتغى بادرت بعقد اتفاقات مع شركات كبرى للطاقة على غرار بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة. وسائل إعلام موريتانية نقلت عن النائب الأول لرئيس بريتش بتروليوم المكلف بالهيدروجين فيليبي أربيلايز قوله إن الشركة تدرس إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع داخل موريتانيا، مضيفاً في تصريحات في مؤتمر تحتضنه نواكشوط حول تسريع تمويل الهيدروجين الأخضر بإفريقيا أن شركته تسعى للاستثمار على نطاق واسع في طاقات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، وتبحث أيضاً عن طرق لمساعدة الأفراد والشركات على خفض انبعاثات الكربون في أقرب وقت، مؤكداً أن موريتانيا مثال جيد لكيفية القيام بالأمرين معاً. وتعمل بريتش بتروليوم وكوسموس إنرجي الأمريكية منذ سنوات مع حكومتي موريتانيا والسنغال لتطوير مشروع السلحفاة أحميم الكبير الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه زهاء 90% مطلع العام الجاري. وكان تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بداية العام الجاري قد أكد أن موريتانيا ضمن الدول الإفريقية التي طورت استراتيجيات للاستفادة من طاقة الهيدروجين الأخضر. وفي مطلع مارس الماضي وقع ائتلاف تجاري دولي مكون من شركات ألمانية وإماراتية ومصرية اتفاقا مع الحكومة الموريتانية بشأن مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار، كما وقعت موريتانيا في أكتوبر الماضي اتفاقية شراكة لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين مع شركة شاريوت ليميتد البريطانية وعملاق الطاقة الفرنسي توتال إيرن. يناقش هذا الموضوع معنا من العاصمة الموريتانية نواكشوط محمد أكا، صحفي متخصص في مجال الطاقة. أهلا بك معي أستاذ محمد. معروف أن موريتانيا هي أفضل موقع على وجه الأرض يعني إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، ولكن هي تسعى لإقامة شراكات مع شركات عالمية لإنتاج هذا الهيدروجين. ما المعوقات التي تقف أمام هذه الشركات لربما أو ستصعب عملية إنتاج هذا الهيدروجين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. أهلا بك. فعلا موريتانيا بدأت ضمن الصف الأول على المستوى العالمي للدول التي بدأت مسار إنتاج الهيدروجين الأخضر، مسار المشاريع المؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هو مسار طويل على المستوى العالمي، خصوصا في بلدان العالم الثالث التي لا تزالت تعاني من التخلف على المستوى التكنولوجي. موريتانيا بدأت هذا المسار بعقد شراكات مع عدة شركات دولية، من أبرزها شركة بي بي التي تستغل حاليا حقلا للغاز الطبيعي مشترك بين موريتانيا والسنغال، وسيبدأ استغلاله المرحلة الأولى منذ نهاية العام الجاري. خلال المؤتمر الذي انعقد خلال يومين الماضيين في نواكشوط حول تسريع تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر، أكد المستشار الأول لرئيس شركة بي بي المكلف بالهيدروجين الأخضر أن بي بي ستبدأ مسارا مزدوجا في موريتانيا لإنتاج الغاز الطبيعي وإنتاج الهيدروجين الأخضر. بوصف الغاز الطبيعي هو 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 طاقة منخفضة الكربون، هو أقل أنواع الطاقة الأحفورية تلويذا للبيئة. وبوصف الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل الذي يتناسب مع استراتيجيات التحول الطاقوي ومكافحة التغير المناخي. هذه مميزة ربما تكون تميز شركة بي بي أنها ستستغل الجانبين، الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة معا في موريتانيا. ممتاز. على غرار بي بي أيضا هناك شركات، ربما هناك شركة شاريوت البريطانية بالشراكة مع شركة توتال إيرن. أستاذ محمد، حتى لا نقصر الوقت مع كل الاحترام، لا نريد أن نتحدث عن الشركات، نريد أن نتحدث عن المعوقات التي قد تقف أمام إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال هذه الشركات التي نتحدث عنها في داخل موريتانيا.
هذه النقطة بالتحديد تم تناولها اليوم خلال الإعلان الذي سيصدر لاحقا، سيسمى إعلان نواكشوط حول تسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر. هذه النقطة كانت هي أبرز النقاط التي تم تناولها في هذا الإعلان، أن المشاريع، كل المشاريع التي بدأ مسار إطلاقها في إفريقيا لم تحصل حتى الآن على مصادر تمويل كافية، بينما هناك محاولات للمشاريع في أوروبا وفي البلدان الصناعية حصلت على تمويلات كافية، وهذه إشكالية كبيرة. في حين أكد الإعلان أن إفريقيا تحظى بحوالي 40% من المشاريع المؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرا لتوفرها على مصادر كافية من الطاقات الهوائية والشمسية، وهي المصادر الأولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. لكن ما كان مقلقا للمؤتمرين خلال هذا المؤتمر هو أن هذه المشاريع لم تحصل على تمويلات كافية حتى الآن. كذلك كان الإعلان أكد على تمويلات كافية. من أين يجب الحصول على هذه التمويلات؟ هل من الدول الحليفة، الدول الصديقة، أم من مؤسسات دولية؟ الممولون الدوليون كانوا حاضرين بكثرة حاضرين بقوة في هذا المؤتمر. كان هناك البنك الدولي، وكان هناك كان هناك شركاء من أوروبا، كان هناك من البنك الإفريقي للتنمية. لكن لا زالت التمويلات هي مجرد وعود، لم نشاهد حتى الآن خطوات جدية في مجال تقديم التمويلات لصالح هذه المشاريع، رغم أن هناك مشاريع قطعت خطوات مهمة في مجال الدراسات الجدوائية. وهناك أيضا تحالف تم إنشاؤه على مستوى إفريقيا يسمى بالتحالف الهيدروجين الأخضر، يضم 6 دول من بينها موريتانيا، وربما تكون موريتانيا إحدى الدول كما قلت الرائدة في هذا التحالف. بشكل سريع في 30 ثانية أستاذ محمد، هل عدم الإقبال على التمويل هو عدم ثقة في الحكومة الموريتانية؟ سيتم نقاش أم عدم الاهتمام بمثل هذه المشروعات بشكل عام ب 30 ثانية؟ أظن أن تباطؤ التمويل هو مسار عالمي طبعا، أبرز المشاريع في إفريقيا وفي حتى في البلدان الصناعية، رغم أن بعض هذه المشاريع بدأت ترى النور، ومنظمة الهيدروجين الأخضر العالمية توقعت أن يكون أول إنتاج تجاري للهيدروجين الأخضر خلال العام 2026. لكن تباطؤ التمويل هو مسار طبعا أغلب المشاريع الموجودة حتى الآن في إفريقيا. شكرا جزيلا لك من العاصمة الموريتانية نواكشوط، كنت معنا محمد أكا، صحفي متخصص في مجال الطاقة. شكرا جزيلا لك، كل وقتك.